السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما في إطار تقديم الدعم التربوي للطلبة الذين سيجتازون امتحان البكالوريا هذه السنة إن شاء الله، أرسيت أن أتقاسم معكم دراسة بعض هذه الدالة لما لها أو لما تتضمن من أسئلة، كلها تصب في برنامج السنوي لهذا البرنامج السنوي الذي أنتم مطالبون بمعرفته. إذن غير واحد مسألة بغيت نشير لها، وهي أنه في إطار المرجع إلى امتحان إلى السنة إن شاء الله، يجب التركيز على بالنسبة لمادة الرياضيات خصوصا دراسة الدالة على اتصال الدالة بطبيعة الحال، الاشتقاق، كيف تبحث أو تجد مشتقاق، كيف تدرس الدالة بصفة الرتابة ديال الدالة، هناك الدالة العكسية، هناك ذلك جدول التغيرات، وكذلك إنشاء المنحنى. إذن هذه الأسئلة دائما تطرح بطبيعة الحال، ولكن خصنا تكون هاضمين بطبيعة الحال الأشياء التي تمكنكم بطبيعة الحال من الأجوبة أو إيجاد أجوبة بطبيعة الحال للأسئلة المطروحة. دائما تكون بعض الأخطاء تكون هذه الأسئلة دائما تكون أسئلة بديهية، ولكن خاصة تكون على الأقل حفظ أو هضم الدرس ديالك. إذا على بركة الله عندنا هذا الدرس تكون من جزئين، الجزء الأول والجزء الثاني. إذا الجزء الأول بطبيعة الحال دائما أذكركم أن كل الأسئلة التي تطرح فهي دائما لها صلة بالأسئلة التي تطرح بعدها، بحيث أن أي سؤال استعملت وجاوبت عليه فإن السؤال الذي يليه فهو خصك تستعمل ما سبق. إذا بالنسبة للدالة الأولى عندنا الجي دو إكس تساوي إكس موان زه موان إلان دو إكس فهي معرفة على صفر بلس لانفيني. السؤال الأول أجيب ليميت دو جي دو إكس عندما تؤول إكس إلى صفر بلس. إذا إلى عودت إكس إلى صفر غندير مباشرة غتبقى هي ليميت ديالاش، هي ليميت عندما تؤول إكس إلى صفر بلس ديالاش ديال لعودتنا إكس إلى صفر غتبقى ديالها موان زه موان إلان دو إكس. إذا عندما تكون إلى إلان إكس إلى صفر بلس ألان دو إكس صفر هي موان لانفين، ومع هذه الموان هذه غتولي معها هي بلس لانفين مباشرة. ليميت دو جي دو إكس عندما تؤول إكس إلى بلس لانفين عندنا هنا هو لا ليميت بلس لانفين دو إكس موان زان موان ألان دو إكس. هنا فوالا إكس موان زان هذه تؤول إلى بلس لانفين، وهذه بلس لانفيني هي مول لانفيني، دونك بلس لانفيني مول لانفيني فهو شكل غير محدد. إذا أنا خصني نبحث على اش خصني ندير، فوالا غندير هي ليميت بحال ديال اش ديال ندير إكس عوض العمل بإكس في ماذا؟ في أن موان أن سو إكس موان ألان دو إكس سو إكس. لماذا؟ هنا عندي لا ليميت دو ألان دو إكس سو إكس عندما تؤول إكس إلى بلس لانفيني هو الصفر، أن سو بلس لانفيني هو الصفر، دونك غتبقى عندي هنا بلس لانفيني. إذا السؤال الذي يليه هو أوجد جي بريم دو إكس. إذا قوموا بمسح هذه السبورة لأن غادي نحتاج باش نخدم في إذا نعقلوا على الأمور هذه. إذا غادي نقلب على جي بريم دو إكس. إذا جي بريم دو إكس هي ماذا؟ مشتقة ديال إكس موان زه هي واحد موان أن سو إكس، دونك هي إكس موان زه سو إكس. ما تنساش بأن إكس أكبر قطعا من الصفر، أين تنعدم إكس موان زه تنعدم في النقطة واحد. إذا عندما تكون إكس أكبر من واحد فهي موجبة، هنا غتكون سالبة، إذا تأخذ هذا طيب. إذا ليميت ديال بلس لانفين لقيناه هو بلس لانفين، وليميت ديال زيرو موان زيرو بلس هي بلس لانفين. الصورة ديال واحد، إذا عندنا جي ديال واحد لا عودتي واحد ناقص واحد دونك بقى صفر. إذا ماذا نلاحظ؟ نلاحظ بأن مهما يكون إكس ينتمي إلى صفر بلس لانفين فإن الجي دو إكس غتكون أكبر أو تساوي الجي ديالاش ديال واحد، بمعنى أن الجي دو إكس غتكون أكبر من صفر، وهذه
نتيجه مهمه جدا لان غنستعملوها بطبيعه الحال في دراسه الداله اف. غنستعملوا هذه الداله جي، خصنا نعقلوا لهذه المساله بان جي دو اكس اكبر او تساوي صفر. دابا ننتقلوا للداله او الجزء الثاني. الجزء الثاني عندنا اف دو اكس تساوي اكس اوس 2 ناقص 2 اكس ln دو اكس بالنسبه لاكس اكبر من صفر، وعندنا اف ديال صفر هي صفر. اذا خصنا السؤال الاول هو خصنا ندرس اتصال الداله في النقطه الصفر. اذا لدراسه اتصال الداله هذا واش كتكون اشياء مهمه خصنا نركزوا عليها. باش ندرس اتصال الداله في النقطه الصفر خصني نوجد الليميت ديال اف دو اكس عندما تؤول اكس الى صفر. اذا لقيت بانه يساوي اف دو صفر اقول بان الداله فهي متصله في النقطه الصفر، واذا كان عكس ذلك فالداله ليست متصله في الصفر. اذا ليميت اف دو اكس عندما تؤول اكس الى صفر شنو هو؟ هو لا ليميت عندما تؤول اكس الى صفر ديال اكس او كاري موان 2 اكس ln دو اكس. بطبيعه الحال غتعوض هذه بصفر غتعطيك صفر، هذه فهي داله معروفه لا ليميت دو اكس فهي لا ليميت ايزيال لا ليميت دو اكس ln دو اكس عندما تؤول اكس الى صفر فهي صفر. هادشي خصك تكونوا عارفينو غادي مزيان، لا ليميت دو اكس ln دو اكس عندما تؤول اكس الى صفر هي صفر. اذا غتعطينا هذه هي صفر، يعني شنو هي اف دو صفر؟ هي اذا هي اف ديال صفر. اذا نقول بان الداله اف فهي متصله في النقطه صفر. دائما حاولوا تنظموا الاجوبه ديالكم باش تكون واضحه باش تسهل عليكم كيفاش تلقاوش مشكل فيما بعد. عطانا السؤال الاخر، انا غنترجم في الاسئله وانتم خاصكم ديروا اون بوز وتجاوب وعاد تكمل. حدد لا ليميت او النهايه ديال اف دو اكس على اكس عندما تؤول اكس الى صفر بلس. اذا هذا شنو هو المعنى ديالو؟ راه هو لا ليميت عندما تؤول اكس الى صفر ديال اف دو اكس موان اف دو زيرو سو اكس موان زيرو. اذا فهو بطريقه غير مباشره، يعني غادي ندرسو ماذا؟ غندرسو اشتقاق الداله اف في النقطه صفر عن اليمين. اذا الى وجدنا بان النهايه ديال هاد لا ليميت دو اف دو اكس على اكس لقينا وجدنا واحد لا ليميت ان اللي هي تنتمي الى ار، في هذه الحاله غنقول بان الداله قابله للاشتقاق عن اليمين صفر. في حالة لقينا بلوس وبيا مولفين اف غير قابلة للاشتقاق. إذا هنا شي حوايج خصنا نركزوا عليهم، ما معنى قابل للاشتقاق؟ قابل للاشتقاق يعني أن الدالة أو المنحنى السي دو اف فهو يقبل نصف المماس أو عفوا طونجونت المماس في النقطة الصفر اللي عندنا المعادلة ديالو اللي هي إكراد هي اف بريم دو اكس زيرو فوا اكس مو اكس زيرو بلوس اف دو اكس زيرو. إذا كان لقينا بأن لا ليميت لقينا هو لافيني تنقول الدالة غير قابلة للاشتقاق، وبالتالي فإن المنحنى ديال الدالة اف يقبل نصف المماس بطبيعة الحال، إما غادي يكون موجه نحو الأسفل أو نحو الأعلى. إذا ليميت دو اف دو اكس على اكس اش غتكون عندنا هي لا ليميت تساوي ليميت عندما اف دو اكس على اكس عندما تؤول اكس الى صفر هو لا ليميت ديال اكس موان دو ln دو اكس. اكس قسمها ديال اكس غتبقى اكس موان دو ln دو اكس. اذا بالنسبه لهذه سهله لان غتعطينا الصفر، ولكن هذه عندما تؤول اكس الى صفر بلس هو موان لانفيني مع هاد الموا غتولي بلوس لانفيني. إذا شغنقولو في هاد الحالة؟ غادي نقول بأن الدالة غير قابلة للاشتقاق، غادي نمسح هادي باش نعرفو شوية، غادي نقول بأن إف غير قابلة للاشتقاق. إذا غنقولو بأن إف الدالة غير قابلة للاشتقاق عن يمين الصفر، وبالتالي فالمنحنى ديال سي دو اف يقبل نصف مماس نصف مماس متجه نصف مماس متجه نحو ماذا؟ نحو الاعلى في النقطة بيان سور في النقطة الصفر. هذه حل نتيجة مهمة جدا. إذا اف هي غير قابلة للاشتقاق في النقطة الصفر خصكم تعرفوا أنها هناك نصف مماس متجه نحو الأعلى. السؤال الذي يليه هو أوجد لا ليميت ديال اف دو اكس عندما تؤول إلى بلوس لانفيني.
ليميت دو اف دو اكس عندما تقول اكس الى بلوس لانفيني هي ليميت ديال بلوس لانفيني. هنا عندنا اكس غادي هنا بلوس لانفيني هنا مول لانفيني عفوا. اذا بلوس لانفيني مول لانفيني شكل غير محدد، اذا خصني نفكر في شي مساله اخرى. اذا الى درت هنا اكس وكاري عملت اكس كاري غندير هنا واحد ناقص دو ألان دو اكس على اكس. اذا هذه عارف لا ليميت ديالها عندما تقول اكس الى صفر بلس لانفين هي الصفر، غتبقى عندي هنا واحد، واحد بلس لانفين شنو هو؟ هو بلس لانفين، ما عندناش مشكل هنايا، هو بلس لانفين. اذا بمجرد ما توجد لا ليميت دو اف دو اكس عندما تقول اكس الى بلس لانفين، اذا خصنا تكون عند واحد القضيه اوتوماتيك خصني نفكر في درس او في دراسة عفوا الفروع اللانهائيه. اشنو هي الفروع اللانهائيه؟ خصني نقلب على ليميت دو اف دو اكس على اكس. إذا وجدت بأنه هذا غير لتذكير، إذا وجدت لا ليميت دو اف دو اكس على اكس عندما تقول اكس الى بلوس لانفيني، إذا لقيت وجدت بأنه يساوي واحد العدد ا، بطبيعة الحال إذا كان هذا العدد مخالف الصفر، في هذه الحالة خاصني نمشي نقلب على لا ليميت ديال دو اف دو اكس موان اكس. إذا وجدت يساوي ب، تنقول بأن الدالة تقبل فرعا مقاربا مائلا، المعادلة ديالو هي AX زائد ب. في حالة إذا لقيت لا ليميت ديال F دو X على X تساوي الصفر، في هذه الحالة أقول بأن المنحنى السريف يقبل فرعا شجاميا اتجاهه محور الأفاصيل. إذا لقيت لا ليميت دو F دو X يساوي لانفيني، في هذه الحالة غنقول بأن الدالة تقبل فرعا شجاميا اتجاهه محور الأراتيل. إذا هذه الأمور هذه خاصك تطبقها وتحفظها كما ينبغي. إذا غنقلب على لايميت دو اف دو اكس على اكس هي ماذا؟ هي لايميت اف دو اكس على اكس غتبقى هي اكس في موان دو الان دو اكس سو اكس. إذا هذا هو الصفر، غتبقى شنو هنا؟ غتبقى هي بلوس لانفين. إذا هنا إكس بلوس لانفين وهذا صفر، إذا هذا صفر، غتبقى عندي واحد، واحد بلوس لانفين هو بلوس لانفين. إذا غنقول بأن في هذه الحالة قلنا غنقول بأن سي دو إف غنمسح باش نكتب الجملة اللي هي مهمة نكتبها، الإنتاج أو التأويل الهندسي، غنقول بأن المنحنى سي دو إف يقبل فرعا شجاميا بجوار بلس لانفيني اتجاهه محور الاراتي. هذه الامور مهمه جدا خاصك توظفها في الاجابه على الاسئله. اذا ثم غنقول جدول بطبيعه الحال التغيرات، جدول التغيرات خصنا نلقاو بعدا اف بريم دو اكس. اذا غادي نحاول نمسح هذا باش يمكن لي نجاوب على الاسئله. اذا غادي نحاول نقلب على اف بريم دو اكس. اذا اف بريم دو اكس المشتقه هي اكس او كاري موان دو اكس ال دو اكس المشتقه ديالها. اذا ما خصناش نغلطو في هذه الامور، هذه هي سهله. المشتقة ديال إكس كاري هي دو إكس، عندي دو فهي ثابتة، خاصني نقلب على المشتقة ديال إكس ألان دو إكس، هي عبارة عن جداء مشتقتي، جداء دالتين عفوا، إذن سهلة باش نلقاها، تندير المشتقة ديال الأولى ديال إكس هي واحد، دونك هي ألان غنديرها مباشرة نتوما خاصكم تبحثوا عليها، بلوس ماذا؟ إكس سور إكس، دونك هي دو إكس موان دو ألان دو إكس، هنا واحد، دونك غتولي هنا عندي ناقص جوج. إذا ندرت هنا جوج بطبيعة الحال غتبقى عندي هنا إكس موان زان موان ألان دو إكس، دونك إكس موان زان موان ألان دو إكس هي جي دو إكس، دونك شنو نقول هنا هي دو جي دو إكس. ولهذا في الوقت لقيت أنا إف بريم هي هادي، أجي قلنا على جي دو إكس، جي دو إكس سوبيريور أكبر أو تساوي الصفر، يعني أن إف بريم فهي أكبر أو تساوي الصفر. أين سنعلم جي دو إكس؟ جي دو إكس هاي جي دو أن تساوي الصفر، يعني أن إف بريم دو إكس سنعلم في النقطة واحد.
وهاد الامور خاصكم دائما تركزوا فيها مزيان، لانها بعض الطلبات يفلوها بزاف وتتوقعوا في اخطاء كبيره. اذا الا بغيتو تنجبوا التغيرات دابا عندي بين واضح. اذا عندنا هنا اكس اف بريم اكس، ثم هنا اف دو اكس داله فهي معرفه على صفر بلس لانفيني، لقيناها بانها موجبه. اذا ما كاينش مشكل، لايميت ديال اف دو اكس عندما تؤول اكس الى بلس لانفيني لقيناه هو بلس لانفيني، والصوره ديال صفر هي صفر. هنا لقينا بان اف بريم تنعدم في النقطه واحد، هنا يعني ماذا يعني هنا؟ يعني هنا عندك واحد مماس افقي في النقطة واحد، والصورة ديال واحد شنو هي؟ الصورة ديال واحد، إلا عودت هنا الصورة ديال واحد، اف ديال واحد، واحد، ان ديال واحد مشى، غتبقى اف ديال واحد هي واحد. إذا الصورة ديال واحد هي واحد، وعندنا دالة فيها على هذا الشكل هذا. إذا هنا غالبا غتكون بأن غتكون واحد نقطة تعرف نقطة انعطاف باينة واضحة. إذا غادي نمسح هنا السبورة من الجانب، إذا السؤال الذي يلي، إذا تلاحظ بأن خصك تتعامل مع الأسئلة بشوية، ما تخافش وممكن حتى مشكل إن شاء الله. اف بريم ديال واحد فوق، نعم تحقق انه مهما يكون اكس اكبر من الصفر غادي نقلبوا على اف باكس موان اكس، لذلك بين بانها تساوي اكس جي دو اكس ناقص الان دو اكس، قالك بين هذه المساله. اذا غادي نعرفوا الهدف ديال السؤال، لان اي سؤال عنده هدف. اذا اف دو اكس موان اكس، قلنا اف دو اكس هي اكس كاري موان دو اكس ln دو اكس موان اكس، هادي خاصك تبين بانه يساوي هذا. غادي نحاول نخرج هاد، عندنا جي دو اكس موان ln دو اكس، جي دو اكس هي شنو؟ هي اكس موان زه موان ln دو اكس، موان ln دو اكس هي موان دو ln دو اكس. اذا الا شديت اكس وضربتها في جي دو اكس موان ln دو اكس، تلاحظ بان غتعطينا هي اكس كاري موان 2 اكس ln 2 اكس موان اكس، اللي هي تلاحظوا بان هناك فهناك تساوي. اذا غنقولوا بان اذا اف دو اكس على الحال، اذا اف دو اكس موان اكس فهي تساوي اكس جي دو اكس موان ln 2 اكس. اذا شنو هو الهدف من هذا السؤال؟ هو باش ندرسوا الوضع النسبي ديال المنحنى ديال الداله اف بالنسبه ل المستقي ديال المعادلة إيكغيك يساوي إكس، بحيث إلا وجدنا هذا أكبر من صفر، يعني أن المنحنى ديال الدالة إف غادي يكون فوق المستقيم ديال المعادلة إيكغيك يساوي إكس، إلا كان العكس يعني غادي يكون منحنى تحت من إيكغيك يساوي إكس. إذا من خلال هذه العلاقة هذه هنا أجبنا على إكس، أن إكس فهي موجبة بطبيعة الحال بالنسبة لإف دو إكس. بالنسبة لهنا جي دو اكس كيفاش قلنا فهي موجبة، بقى المشكل هنا هو شنو السؤال اللي عطاك؟ عطاونا قالك استنتج أن المنحنى سي دو اف يوجد فوق إيكغيك يساوي إكس بالنسبة في المجال صفر واحد، إذا في المجال صفر واحد. إذا هنا ركز معايا مزيان الله يخليك، في المجال صفر واحد قال لك بين أن المنحنى ديال سي دو اف غادي يكون فوق المنحنى ديال الدائرة. إذا هنا في هذا المجال خاص تكون عارف واحد المسألة ضروري خاصك تحطها في دماغك، وهي أنه بالنسبة للدالة ln دو اكس عارفين الوضع، عارفين لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديالها دايره على هذا الشكل، دايره ندير النقطة واحد هذه يعني بالنسبة ln دو اكس. إذا كما قلت بأنه في بالنسبة صفر واحد، فإن ln دو اكس كيف هي؟
فهي أصغر أو تساوي الصفر، وبالتالي موان ألان دو إكس غتكون موجبة. إذن لأن جي دو إكس فهي جي دو إكس موجبة وموان ألان دو إكس موجبة وإكس موجبة، يعني هذه كلها غتكون موجبة، وبالتالي إف دو إكس موان إكس غتكون أكبر أو تساوي الصفر. بمعنى آخر غتكون سي دو إف سي دو إف غتكون فوق المستقيم الضيطة. إذن جي دو إكس جي دير واحد هي الصفر وألان دير واحد هي الصفر، دونك هنا أكبر أ تساوي. إذن هنا لقينا بأنه في النقطة واحد غيكون تساوي، إذن سي دو إف عندما تكون في هذا المجال صفر واحد، يعني أن المنحنى ديال سي دو إف غيكون فوق المنحنى ديال الضيطة. هذا هو الجواب على هذا السؤال اللي غنستعملوه في رسم في عندما نقوم بإنشاء المنحنى. إذا السؤال موالي، أنشئ أو أرسم المنحنى. إذا رسم المنحنى سنقوم بهذا الشكل التالي. إذا غادي نستعمل المسطرة، ولكن أنتم خصكم ضروري تستعملوا المسطرة. إذا هنا غادي ناخذ، قال لك هنا خذ انتبه إي يساوي جي، الانوغ ديال جي يساوي 2 سنتيمتر، يعني راه تاخذ مثلا هنا 2 سنتيمتر يلاه يعني واحد. دونك هذا بالنسبة ليا هنا هو واحد. إذا قلنا الصورة ديال الصفر، النقطة ديال الصفر، الصورة ديال الصفر هي صفر. هنا خصني دائما نستعد أشنو قلت على بالنسبة الدالة إف بالنسبة للصفر. إف غير قابلة للاشتقاق. إذا أول حاجة خصنا نعرفها، غير قابل للاشتقاق، يعني فالمنحنى يقبل نصف مماس موجه نحو الأعلى. بالنسبة لواحد، الصورة ديال واحد شنو هي؟ هي واحد، باش قلت عندنا عندي نصف مماس أفقي أو مماس أفقي. إذا هاد الأمور خاصك تاخذ بعين الإعتبار ديالها. إذا قلنا بأن إذا خديت منحنى أو المعادلة ديال المستقيم إكس إكغيك يساوي إكس، أش قلت بأن إف دو إكس خاصها تكون فوق المنحنى، هذا هو مستقيم الضيطة ديال المعادلة إكغيك يساوي إكس. إذا في المجال صفر واحد فإن المنحنى ديال الدالة إف خاصو يكون من فوق. إذا غادي ترسم من فوق، إذن المنحنى غادي يكون على هذا الشكل التالي هكذا، ثم هكذا. إذا هذه هي سي دو إف. إذا تلاحظوا بأن هذه النقطة هذه فهي نقطة انعطاف بطبيعة الحال. إذا المنحنى هو بهذا الشكل اللي رسمته دابا. الآن غادي نمشيو للسؤال الذي كاين. إذا السؤال الذي يليه يتعلق ب، إذا بالنسبة قال لك بين بأن إف تقبل دالة عكسية في المجال صفر بلس لانفيني، في المجال صفر بلس لانفيني. إذا هنا عندنا إف، قلنا إف فهي دالة متصلة على المجال ماذا؟ صفر بلس لانفيني كما تلاحظون، وكذلك تزايدية. إذا نقول إذا إف فهي تقبل دالة عكسية إف موان زد معرفة على المجال الجي، بحيث الجي هو المجال ديالاش والصورة ديال إي، يعني هو الصورة ديالاش صفر بلس لانفيني. إذا من خلال جدول التغيرات الصورة ديال هذه هي ماذا؟ هي صفر بلس لانفيني، يعني ممكن أن أكتب بأن إف موزان فهي معرفة على صفر بلس لانفيني نحو صفر بلس لانفيني، بحيث أن كل عنصر إكس إف موزان دو إكس غتكون هي إكغيك. هذا هو الجواب على السؤال. ثم السؤال الذي يليه قال لك احسب ليكون اف دو افا هو الحيز بين المحصور بين المنحنى ومحور افاصيل والمستقيم للاكس لتكون الفا تنتمي الى صفر واحد. احنا خصنا
نشوفوا هذا المجال المحصور بين سي دو اف ومحور الالفا سي وبين النقطة مستقيمين x يساوي 1 و x يساوي الفا. إذا الفا فهي أكبر من صفر، لتكن الفا مثلا هي هذه، x يساوي 1 هي هذه. إذا المجال شنو هو؟ هو هذا. إذا خصنا نقلبوا على هذا المساحة أو هذا الحيز من الفضاء المحصور بين الدالة f وبين محور الافاصيل وبين مستقيمين بمعادلة x يساوي الفا و x يساوي 1. إذا السؤال الأول باش تكون واحد المساعدة، عطاونا واحد خاص نقلبوا على الدالة الأصلية لأننا غنحتاج الدالة الأصلية. قال لك بين بأن الدالة h دو x x كاري ln دو x موان ان دومي x كاري فهي دالة أصلية. إذا هذه h دو x فهي دالة، قالك بين أنها دالة أصلية للدالة h دو x اللي هي 2x ln دو x. إذا باش غنجاوب على السؤال هذا خصني نوجد مشتقة ديال h بريم دو x ونبين بأن h بريم دو x ما هي إلا h دو x، يعني هي x كاري ln دو x موان ان دومي x كاري مشتقة ديال هذه. دونك هنا مشتقة ديال هذه هي 2x ln 2x plus x au carré 1 sur x. درتها مباشرة وانتم خاصكم تخدموا بطريقتكم. هنا 1 دومي فوا 2x، يعني هي 2x ln 2x plus x موان x. إذا تلاحظوا بأن هي ماذا؟ هي 2x ln 2x، دونك هي فعلا هي h دو x. إذا هذه الأسئلة فاش غتساعدني؟ لأن في الوقت اللي غادي ندير مشتقة، ما معنى هذا؟ لأن في الوقت اللي غندير مشتقة ديال 2x ln 2x دي دو x ما هي إلا هاد h دو x اللي هي x أو كاري ln 2x موان 1 دومي x أو كاري. إذا هذا هو النتيجة ديال هذا السؤال. بمجرد ما تيقول لك بما ان الداله الاصليه يعني خصنا نوصل لهذه النتيجه هذه. اذا من بعد السؤال اللي غيكون هو السؤال، واحسب احسب بين الفا و 1 2x ln 2x dx. اذا قلنا هذه شنو هي؟ هي ماذا الا غادي هي x او كاري ln دو x موان 1 دومي x او كاري بين الفا و 1. اذا غتعوض x بواحد، هنا واحد ln دو واحد مشات غتبقى موان زان دومي موان، وغتعوض هنا بالفا، دونك الفا قوس 2 ln دو الفا غتولي هنا بلوس 1 دومي الفا او كاري. اذا هذا هو الجواب على السؤال. ثم استنتج المساحة، المساحة بدلالة الفا بطبيعة الحال ديال هذا الحيز. إذا المساحة قلنا هي هي تكامل ديال اف دو اكس دي دو اكس بين الفا و واحد. دونك هي ماذا؟ هي بين الفا و واحد اف دو اكس شناهي؟ أرجل اف دو اكس هي اكس كاري موان f دو x هي x كاري موان 2x ln دو x d دو x. إذن هي x أو كاري dx موان 2x ln دو x d دو x دائما بين ألفا و 1. إذن هذه شنو هي؟ هي x أوس 3 على 3 بين ألفا و 1 موان التكامل ديال هذه اللي وجدتو هو هذا. دونك غتولي عندي هنا بلوس ان دومي بلوس الفا او كاري ln دو الفا موان ان دومي الفا او كاري. هنا غتعوض هنا الفا هي واحد على ثلاثة موان الفا اوس ثلاثة ثلاثة. اذا هنا غادي نديرو على الحال، إذا غتولي عندنا اس دو الفا
هي ماذا؟ هي واحد على ثلاثة ناقص ألفا ثلاثة على ثلاثة بلس أن دومي بلس ألفا ألان دو ألفا موان زان دومي. ثم الذي يلي أحسب لا ليميت دو إس ألفا عندما تأول ألفا إلى صفر بلس. إذا عندما تأول ألفا إلى صفر بلس غتحاول تعاود ألفا بصفر غتبقى هي أن تيار بلس أن دومي هذا الصفر وهذا الصفر وهذا كذلك الصفر. إذا وتدير هي ماذا؟ هي جوج زائد ثلاثة هي خمسة على ستة. إذا غير واحد المسألة هنايا خصكم تركزوا معايا فيها وهو أن خصنا ما نساوش بأنه إلا بغينا نفوق إيجابية إس دو ألفا هذيك المساحة هادشي اللي خرج لنا خصنا وهذا يعني خصنا نضربو في أونيتي ديال أن. حنا عندنا هذيك هي جوج سنتيمتر إذا خصك تضربو في أربعة إذا ما نضرب لكم هذه المسألة بزاف. إذا السؤال الجزء الثالث اللي هو منطبق بدالة عندنا أو أن بلس أن هي إف دو أو أن وعندك أي زيرو هي واحد على اثنان. إذا دائما الأسئلة تطرح قال لك بين بأن أو أن فهي توجد بين صفر وواحد. إذا هنا يمكن أخذ أن يساوي الصفر تلاحظوا بأن الصفر هي أن دومي وفعلا فهي توجد بين صفر وواحد. بالتالي نفترض بأنها صحيحة بالنسبة لأن يساوي الصفر ولنبين أنها صحيحة بالنسبة لأن بلس أن. إذا بالنسبة لأن بلس أن افترضنا بأن أن إذا فهي بين صفر وواحد. إذا بين صفر وواحد من خلال المنحنى اللي رسمنا لقينا بأن الدالة الفكرة دي أنا عطاونا عوضها في أن هي x بين الدالة فهي كيف هي؟ فهي تزايدية بمعنى أن f دو أو أن غتكون بين f ديال صفر و f ديال واحد. f ديال صفر هي صفر و f دو أو أن هي أو أن بلس أن و f ديال واحد هي واحد. إذا تبقى مسألة صحيحة كذلك بالنسبة لـ أن من غير صفر. إذا من بعد ما جاوبنا على هذا السؤال هذا قال لك بين ان المتتاليه تزايديه. اذا المتتاليه تزايديه خاصني نكون عارف شنو هي بلس ان هو ان وغادي نشوف الاشاره ديالها. اذا ماذا تعني هذه؟ راه هي اف دو او ان موان او ان. اذا جينا هنا على اف دو اكس موان اكس قلناها فانها اكبر من صفر مهما يكون اكس ينتمي الى صفر واحد. بما ان او ان فهي تنتمي إلى صفر وواحد يعني أن f دو أو أن موان أو أن كذلك غتكون أكبر أو تساوي صفر وبالتالي f دو أو أن فهي أكبر من أو أن مما يعني أن أو أن بلس أن فهي أكبر من أو أن وهذا يدل على أن أو أن إذا فهي متتالية تزايدية تزايدية نعم. إذا متتالية تزايدية ومكبورة بماذا؟ بالعدد واحد. إذا لاليميت دو أو أن عندما تقول إلى فين هي واحد. إذا ما نساوش بأن قلنا بأن أن متتالية تزايدية ومكبورة بالعدد واحد. إذا فنقول فهي متقاربة. هذا النوع من الأسئلة دائما يطرح وإيجاد أو تحديد نهاية ليميت دو أن هو واحد. إذا هذا هو جواب ديال هذا الموضوع. إذا تلاحظوا بأن الموضوع يتضمن عدة أسئلة وكلها تصب في ما تمت دراسته بالنسبة لكم في هذه السنة. إذا شكرا على انتباهكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.